مهرجان موازين إيقاعات العالم 10 لحظات مفعمة بالحماس على منصة OLM سويسي بعد اعتلاء المبدع وعبقري الأسطوانات صاحب القناع مارشميلو المنصة ولأول مرة بإفريقيا، ليوقع بذلك عرضا صاخبا في أداء موسيقي استثنائي عانق الهوس. أضواء سحابة الدخان وقطع براقة مزهوة بالألوان المفعمة تتطاير في السماء، هكذا سافر المنتج والدي جي مارشميلو المختص في موسيقى الرقص الإلكترونية بالجمهور الحاضر بكثافة في رحلة شبيهة برحلة حول الفضاء بأبعادها الأربعة خارج نطاقي الزمان والمكان. هذا الجمهور الذي رافقه على متن مركبته الفضائية من خلال إبهاجه بباقة موسيقية منتقاة بعناية والتي تمثل أنجح أغانيه في أعمال مشتركة مع نجوم عالميين بارزين. وقد حاج جمهور من كل مكان ومن مختلف الأعمار إلى هذه المنصة قصد حضور أمسية متفردة يصعب نسيانها والرقص إلى آخر الليل على إيقاعات موسيقية صاخبة وممتعة. وتمكن مارشميلو بمختلف الإيقاعات الموسيقية العالمية من جمع كل مكونات حفل ناجح من أجل إمتاع عشاق هذا النمط الموسيقي. عن عمر 27 سنة اعتلى مارشميلو عرش الشهرة لينحت اسمه ضمن أبرز منسقي الموسيقى ويكون الأكثر تأثيرا في جيله.